المشكلة ريتك بجد المشكلة وريني حل المشكلة. كلام السلطان ده ميتو سي دخل فرات بس ميتو بسم الله ان شاء الله ودا اقول اني سيده نعم علاج جدا نعم انت الوقت مش انت لما شيل علاج درمان ده ما تصاب ان شاء الله ترى ملة تجاني تجاني ده اوكي كلا شيك فاين فايتنا علاج درمان مراك علاج درمان ده انت بس تلف علاج بس تلف علاج درمان ده نعم الامام انت كل عارف انك تم الان ده عارف انك تم هناك في بيته بس جمع ليدا نعم انا بدور بجيب الفتن بيناتهم ادوب بنشي لي المرسال ده بودي ليا نعم كان الادن لكن كان قال نتالف ادن نتالفها بس انت تقول لك ما تلف ده ما تلادن سلام عليك يوا يوا هذا بس الا شيء الصبر بس شو بدها الرساله دي والدعاء لقيام دول ده او شيء بس انا سر ان شاء الله جميل رساله والدعاء وبعدين بالله شكرا ما ابغى الناس دول لا ولا كنت بقولها يعني ما بكون زي شكرا والله يدلنا والله الله يلوم الله يا شكرا الله يلوم الله شكرا ما بعرف الا جينا دربنا واسي انا بلا ساكن دربنا كل وقت انت ادخل لا على جاب جتهم الوقت انا كان بيجي لا على عبد الرحمن تفضل الدنيا تبقى بدون جليل حيه يا ربي بسم الله الرحمن الرحيم النام ده نادي الو سكرتري انت في السوق البدر تمن ولا ما تمن يو اليوم ده انا مقاسل لك يا يو بي مومو المال ده كل دايما تاني في تاني الحسن زين خلاص تنسي ده واحد يا مومو مان السلام عليكم وعليكم السلام بارك الله فيك على ساكن يا رب نعم انا عبد الرحمن انا الدين ده خير فيك بس خير فيك بسم الله الرحمن الرحيم عليك السلام عليك على سليم بارك الله فيك على سليم كيف يومين على سليم ما شاء الله ما شاء الله بارك الله ما شاء الله الحمد لله وقلت لرسول الله رسالة لك جديدة من مكانه هو السلطان دورك السلطان بدورني انا عبد الرحمن نعم دورك انت بالتجاري انا بالتجاري بقول لك قدام السلطان السلطان دورك بسم الله الرحمن الرحيم. الله يسعدك. نعم. الله يكرمك. ها أنا بنت جاندا. نعم. ما قدام السلطان. نعم. قدام الرئيس. نعم. أنا بيا منهم إن شاء الله. السلطان ترى بقول لك. عمش قول للسلطان كي. الله يا عبد الرحمن. فكر. السلطان بقول ما أدري ما بقول ليا. اليوم أنا بقول ليا. الله يسعدك. لا ما بقول أقول. أنا كذا قدام السلطان. ما قابل التجاني. قابل. عربي نور بس دودا صلاتك بس اكثر منا دجينا 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 ها انا لا خليك ان شاء الله ما بايش قادمش ما بايش قادمش انت كان اقول لك بس تمشي اقول تمشي انت ده منافق علي هاجم من السلطان اقول لك بس تفضل لك مبلل لك صبر ده مبلل لك كان داي نص من الفايل انت ده اقول لك بس ان شاء الله شفتوا مامتك انت في لك انت هاو وطلو صدار طبعا قال لك كلام التجاري كله ما قدر لي انت ما تقدر فيني ان شاء الله قلت لك جد وكوي انقرفة جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخينا الإسلام والعرب في كل مكان تشاد نيجيريا كامارون في كل مكان أنا اسمي ساكن موسى ومعروف كالهاج الساكن كلف المشاكل أنا اسمي عبد الرحمن ابن عيسى معروف بالحاج عبد الرحمن أنا بأخوان السكاري أجمع السلام عليكم اسمي التوم شدة والمعروف التجاني رفع المشاكل سوي لنا شير كومنت سوي لنا شير او سوي لنا سبسكرايب
العروس اسم العريس من شكلك هلا ما يعرفك الشغل كاين بين ابوك يا بابا وانا حبيب كده نتي سمو بيدك سميتي انت ولا سميتي يا بسوي كيف سميتي راسك يا صدام انا ابوك قال لك ما تاخذ يا حبيب كده ودي لي الومان رايت اللي جنا ما تعرف الدرب تعاليني انا كب 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 وديك باكر كان ما لي خدم رجال يوم قالين امي تقعدي لي تقعدي لمني ما تسوي فا تقصدي لي كامل كره يا بطل كامل الرفق تسوي فا ودي ابوي هذا الومان رايت وجدك انا كم كم ما اخذت الرجال كلهم شندل ما لهم كثيرين الرجال قالين يا بطل انا بريك كده بقلت لك انا بريك كده بس ايام حليمه ايام بكيت انت رفقتي ما ادري فنان مش قدس انا بين طلب كيف تقول بودي ابوي للجنة ابوي خسر لي كم رباني اكلني شربني رباني قراني تقول لي انا اشيل اودي للجنة فجاه يا رفقتي بقيت انت ما ادري كان ايش كده ما بين طلب ما يصير لا كلام هذا ما يصير بودي ابوي أبوي أنا بشيل بودي اللي هنا ما سويت التقايقين هذا خلاص إلا الصبر يا بطمي نادي مش قلت بقول لك قلت لك الصي بس أبيتي لا شيل الصبر الرجال كانوا يوم قالين أبيتي وين بين بابي بين بين بابي يا بطمي بطي تقول لك عشان أبوي أنا هادي أودي اللي هنا ده ولا جاب كلام يا خديجة أختي أفهمي زين ما جاب كلام ما جاب كلام كان جاب كلام ده ما بقول لك هو الذي لو مرة كان بوديك لك يوم انت بيك بس سويتها وقبلك انا كم بوديك يا بطمي اصل لك دوكو ابويفه بشيل بودي اللي جينا ده ها ما يندي اغلى خسرت لي كتا دوكو انا اشيل ابويا ودي اللي جينا ده شيل الصبر خلاص انا بدي يا بتان شيل انا ودي يجي شيل ما عندك انا مش قد انا بين الساله فادي الليمون فرانكو بسم الله الرحمن الرحيم زدي ملاي ده رسيتك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم عليكم السلام. أو. عليك يا. جاني والله من جبل. أنت أبي. جبل الصبر. كيف جايت؟ الحمد لله. كيف يومين؟ خير والله. بارك الله فيك. لك مجايد كل يوم بس كارو صفيتك قال. ما صار بيننا غير نسيت جبل التجانية دي مالك يا. أجلت جايدك من صيارة. أنت جني أبي. أبي والله. مالك؟ أنت قابل سلطان يا أخي سلطان إدريس أرسلك. سلطان إدريس أرسلك. لينا. بسم الله الرحمن الرحيم. أو. سلطان ادريس هذا رسلك انت لينا وصلني بقى وصلني ما وصلها برشيك انا انا شغل الجبن زي شغل الجبن الرب الرجال كم فيها برسلك انت حاسم حاسم انت المملوك انت المملوك هذا برسلك انا هاو كان الرجال في الرب ده كم ما انا بقى لا سايك رجال منه لا سايك انا رسل له كل حاجه هنك بقى انت لا يا رجال كم من جهه طيب انا توقف بدور ماشي لك انت الله جابك سمين زي انا زي ولي ساو انت اولا ساكن ما جاتك بقى الله بالرسول كلامي انا بقى لا درمان نقول لهم نقول انت لا ماكو فينا شنو ندور خيرك يا ولد دوكا كلام ودي توكا بارم توكا بارم توكا بارم توكا ودي ترى سلطان انا زي كده دوكا سلطان كبير سلطان السلاطين دوكا بدورني انا دور العافيه في الرف هذا تونا غيرتك يا شغلك دوكا ده عافيه لفتني دور العافيه انت دور انت عافيه البيت اقول لسه ما تممت دور عافيه لنا عافيه البيت هنكون بقى سيب برا القلعه سنه كل بيتي لدف المكنوس المملوك بركتك ان شاء الله ان شاء الله انا سلطان زيني الرجال كثيرين في الرب دوكا رسلك انت المملوك هذا لنا حاسب بين الرجال انا رجال ابوي ما راجل حاسب بين مديرتك وين في الرب انت مملوك دنو يرفع انت ما ترفع انت مرت راسنا كم مرت راسنا قلت لي تاك ما توقعت المنطق ده مالك الا انت تعرف انا كم ما بعرف وين مالك المكنوس سلطان زعلني زي برزلك انت لي انا كان خليتك دكوا قال لك ما مات الشهر كان قدر كان مش الشهر ونو شهرنا اللي قدامنا كان مات بدور بشبوكو انت انا شغل شغل جانا سلطان كده سلطان دريس سلطان كبير انا ماشي زي هذا اخر لك ان شاء الله كم مكره انت ما وصلت تقول لي كلام انا بقوم فراش ماشي خليتك رويت امش لو مني المكنوس ما با التعبان انت المملوك ده قضي للناس تموت في جدانيك دي انت عارف تموت يا رافيك التعبان المملوك اغرب من بيت اغرب من بيت المكروس المملوك انت الا بدالتي تقول انا رسولك لي هو يا جماعه علاج جرد انا بيجي لك كل ما بنزل الراي اللي قلبها بيطر هو اشوف ادوك اصلا رسولك وجاني ولا شغلنا الراي ده انا كارب لي في القلب وكان ذلك رسولك وبيجي الراي اللي قلبها بيطر نوكو شغل واحد داخل لي مني اني امكن لقيت بيرا وكان مملوك وكذا ما نظيف ما وكان مغطى النار ما سق مغطى لي كنقول برفري رجل رب الفجقني خلى نقول بيك بس لو تنسى لي لحبيب غيث تنسى العروس